بعد أسابيع من الأزمة اللي حصلت بين طليبوسي وجوزها هشام ربيع، اتفاجئنا بخبر وفاة المنتج وليد فطين بشكل مفاجئ، والموضوع مليان أقاويل كتير عن علاقة بوسي باللي حصل له وإزاي مات فجأة. هل مات بأزمة صحية ولا كورونا زي ما أصدقائه بيقولوا؟ طب إيه علاقة بوسي وجوزها بوفاة طليقها وليد فطين؟ وليه اسمهم اتجاب في الموضوع من تاني بعد ما الراجل توفى؟ تعال احكي لك قصة خلاف بوسي وطليقها لحد ما توفى من يومين. من كام ساعة انتشر خبر وفاة المنتج وليد فطين اللي كانت بوسي متجوزاه من كام سنة، وانفصلوا عن بعض، وبعدها اتجوزت هشام ربيع، وللأسف كان في بينهم قضايا ومحاكم، علشان كده الناس كلها بتسأل ايه علاقة بوسي بوفاة طليقها. من حوالي شهرين طليق بوسي وليد فطين دخل في خناقة كبيرة مع جوزها هشام ربيع، واتهمه بسرقة إيصالات أمانة وشيكات ب8 مليون جنيه في المقطع. الموضوع كبر لدرجة أنهم اعتدوا على بعض بالضرب، وراح طليق بوسي عمل محضر ضد هشام ربيع بعد ما تقبض على جوز بوسي بسبب اللي عمله في طليقها. فعلا اعترف بأنه هو واتنين تانيين عملوا كده وخدوا من الشيكات، والموضوع كان واخد مجراه القانوني لحد ما اتفاجئنا بوفاة الراجل بدون أي مقدمات، في الوقت اللي هو قاعد مستني ياخد حقه من بوسي وجوزها ورافعين على بعض قضايا، فجأة توفى. لكن أخته ما سكتتش وطلعت قالت كلام كتير في تصريحات إعلامية. اتهمت بوسي إنها السبب في وفاة أخوها وليد فطين. قالت أخته إن بوسي من كتر اللي عملته فيه جابت له قهرة وكان في حالة نفسية وحشة، ومات مقهور بسببها ومن اللي عملته فيه، وإنها واكلة عليه فلوس كتير جدا من زمان ومش راضية تديله حقه، ده غير إنها مش بتخليه يشوف ابنه ياسين. أخت الراحل وليد فطين فتحت النار على بوسي وقالت إن أخوها ما ماتش بكورونا زي ما بيتقال، وإنه ما كانش تعبان ولا حاجة، لكنه اتوفى بسبب الحالة اللي وصل لها بعد ما شكله مع بوسي. قالت كمان بوسي اللي موتته، أخويا ما ماتش بكورونا، هي السبب في تدميره، ربنا ينتقم منها وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، حاولت كتير أبعدها عنه لكن ما عرفتش، ولو بوسي كانت اديت له حقه من حق حفلة واحدة بتعملها كل سنة مرة ما كانش مات مقهور بسببها، هي ما تعرفش ربنا، دي حتى ما مشيتش في جنازة أبوها، حسبي الله ونعم الوكيل، كله عند ربنا. كان في خلافات كبيرة بين بوسي وطليقها وليد، وفي سنة 2015 اتهمها بتحرير شيكات بدون رصيد، وده بمبلغ كبير جدا ووصل ل 30 مليون جنيه. الموضوع وصل للمحاكم وطلع ضدها حكم بسبب القصة دي. كمان من سنتين نشر وليد فيديو قال فيه ان بوسي منعه انه يشوف ابنه ياسين اللي عاش معاها بعد ما انفصلوا. الموضوع غريب، والناس بتقول ان بوسي وشها وحش على اللي حواليها، ودخلت في صراع مع والدها لسنين طويلة، فضحوا بعض في البرامج، ولما توفى ما كانتش تعرف ولا حضرت جنازته حتى. كمان طليقها دخلت معاه في صراعات كبيرة على الفلوس، كان ليه عندها حق وشكلها ما كانتش معترفة بيه ومش عايزة تدهوله، كمان مش عاوزة يشوف ابنه، وفي الآخر الراجل توفى مقهور وهو مش عارف ياخد حقه. من كتر المشاكل دي الناس بدأت تقول يا ترى هشام ربيع جوز بوسي الحالي مصيره هيكون ايه؟ خاصة وإنه هو كمان اتورط معاها في أزمة كبيرة مع طليقها لما راح سرق منه شيكات ب8 مليون، وطبعا بوسي كانت عارفة اللي بيحصل واللي عمله جوزها في طليقها. وبعد ما هشام ربيع اتجوز بوسي حياته اتشقلبت، وبعد فرحهم حصلت له أزمة مع مراته الأولانية وولاده بسبب الجوازة دي. بعدها دخل في حوارات مع طليق بوسي واتقبض عليه، مش عارفين بوسي بتعمل ايه في الرجالة اللي في حياتها، يا ترى مصير جوزها هشام ربيع ايه اللي لسه محبوس بسبب سرقة الشيكات.